السلام عليكم. يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة لترميم تاع قصر الداي بمنطقة حسين داي، واللي يسمى كذلك بلافيلا بولكين، إذا واللي كانت في عهد الخلافة العثمانية مقر الصيفي أو الإقامة الصيفية للداي حسين. وللعلم أن هذه الإقامة تم بناؤها في حوالي 1650، إذن عندها حوالي 3 قرون، واللي تبرز هذه الترميمات تبرز الطابع العمراني الرائع والفني، لأن هذا الطابع العمراني لم يكن ليتم لولا مهارات الفنية والحرفية اللي كانت موجودة في هذاك الوقت، واللي امتدت إلى أن دخل استعمار غاشم للجزائر. وكذلك تم قرار تحويل هذا الإقامة إلى متحف للفنون الإفريقية، واللي يعني قرار لتحويل هذا المتحف بصفة مؤقتة في انتظار إنشاء المتحف الإفريقي بمنطقة صبلات. إذن وسأفتح بالمناسبة قوس لأتكلم عن الفترة العثمانية. أنا هذا جوابي للأبواق الصهيونية المخزانية الذين يدعون أن الجزائر ليس لها تاريخ. أنا نقولهم باللي إحنا بايعنا الخلافة العثمانية كما بايعها أكثر من 48 دولة عبر العالم، لأن الخلافة العثمانية في وقت ما كانت تضم أكثر من 48 دولة حاليا، يعني الدول اللي انبثقت عن الخلافة العثمانية. إذا كان حنا كنا مستعمرة عثمانية فهنيئا لنا، بنفس الشيء كانت مصر وليبيا ولبنان وبلغاريا ورومانيا والهند وإيران وشبه الجزيرة العربية، كل هذه الدول كانت مستعمرات تركية. شيء والله شيء بليد، والله يعني هذ الناس اللي راهم يقولوا باللي بعض الناس أبواق في الجزائر، عندنا احنا ثاني عندنا مراركة في الجزائر، كانوا يفيكول يعني يمشيوا هذا الكلام بأن تركيا أو العثمانيين كانوا يستعمرون الجزائر. هذا لأن اللي خلق هذه الدعايات هم أزلام المخزن وأتباعهم، اللي كانوا يقولوا لأنهم هما حاربوا العثمانيين لمدة 5 قرون. نشكر الفضل الكبير اللي كان للعثمانيين على الجزائر، هو أنهم العثمانيين وحدوا الجزائر منذ 5 قرون، وحدوا الجزائر بعد ما كانت من قبل كانت فيها دي ديناستي مرت على عدة يعني ممالك ودويلات. نغلق القوس ونترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.